بداية المباراة المجمع يجرأها بداية من 8 مساء. الوفد الجديد يسري للإشارة، الوفد الجديد على بيت المنتخب الوطني ياسر العروسي الذي غير جنسيته قبل 2 يوم فقط، وتأخر الإعلان عن استبدال ريان ايتنوري المصاب بياسر العروسي بسبب تأخر استخراج بعض الوثائق لياسر العروسي الذي وصل قبل ساعة من الآن، وهو متجه الآن مباشرة إلى ملعب الشهيد حملاوي لمتابعة اللقاء الودي بين الخضر والرأس الأخضر. مدرجات شرفية لملعب الشهيد حملاوي تعرف تواجد العديد من الوجوه الرياضية في صورة الحكم السابق عبيد شارف، أيضا عائلة أمين قويري، عائلة أمين قويري أخرى حاضرة هنا بمدرجات ملعب الشهيد حملاوي، وهي التي كانت يوم أمس في استضافة أو في ضيافة رئيس الفريق.